مع المجموعه تليفونيا اول باول. طيب احنا كده عندنا يفيض بعد التصدير الرقم الكبير اللي حضرتك قلت اللي هو مليون، من 700 من 500 750 الف طن على الاقل، 750 الف طن فائض بعد التصدير على الاقل. تمام على الاقل. تمام، ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان جت الازمه منين؟ بعض التجار بيشتروا من المزارعين وبيخزنوا البصل طامعين في ارتفاع، في احتكار السلعه بهدف ارتفاع اسعارها، الى ان وصل البصل لسعر 40 جنيه للكيلو. فعندما رصدت وزاره الزراعه ذلك الامر، وهو امر يعني غايه الخطوره، يعني امر بشع جدا. عرفتوا منين يا فندم؟ عرفتوا منين الاماكن دي وان التجار مخبيين البصل البصل يا فندم، البصل بيشون على الارض الزراعيه ويغطى بقش. فلما رصدنا مفارش البصل الموجوده وتوجهات معالي وزير الزراعه ان احنا بنرصد الحاله الزراعيه على الارض اول باول، فلقينا كميات القش اللي موجوده على الارض الزراعيه اللي تحتها بصل. الرصد المساحات لم تتغير، ثابته زي ما هي. فمعالي الوزير وجه قال شوفوا لي المساحات ديت ليه سليمة موجودة لغاية دلوقتي، المفروض البصل يكون انضخ في السوق. تمام. عملنا بحملات اكتشفنا ان كمية البصل موجودة زي ما هي. نعم. جبنا المزارعين الارض دي بتاعتك انت مخزن عليها بصل، اكتشفنا ان المزارع مأجر لتاجر. عملنا اجراءات محاضر تبوير وتشوين للمزارع اللي هو اجر للتاجر وسابه بور الارض وعمل عليها مفرش بصل وبهدف احتكار. لقيتوا قد ايه تحت القش يا فندم؟ احنا رصدنا في الجيزه فقط حوالي 150 الف طن ضخ للاسواق، منها 35 الف في 35 الف طن، منهم 31 الف تحت التحفظ. انا لسه جاي من النيابه العامه حالا من ساعه، تحت التحفظ تتسلمهم وزاره التموين تضخهم في المجمعات الاستهلاكيه. تمام. الغريب يا استاذ عزة ان هؤلاء بعد اذن حضرتك هو العقوبة ايه؟ لا ده العقوبة بتصل لغرامة ثلاث اضعاف قيمة المنتج المخزن بسعر الاحتكاري. تمام. يعني هو لو مخزن بصل بيبيعه في السوق ب 40 جنيه هيدفع غرامة 120 جنيه عن كل كيلو. طيب. او 2 مليون جنيه ايهما اكثر؟ أنا برجو حضراتكم أولا بشكركم على أنكم توصلوا لهذا الشكل وإحنا نعرضه على السادة المشاهدين، وبتمنى من حضراتكم متابعة الحقيقة بقى. المفروض إحنا محتاجين كل المنتجات مش البصل فقط، وتستمروا في حملات التفتيش. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. تحت أمرك مهندس محمود عطا، أشكرك، شكرا جزيلا.